الطباعة الحددية على الخشب. طبعا الطباعة الحددية أو الطباعة عامة ليها مجالات مختلفة كتير، فاحنا النهاردة هنجرب الطباعة الحددية على الخشب زيها زي ما بنطبع على التيشيرتات، على مفارش السفرة، على ملابس الأطفال. الحراري ليه مجالات مختلفة. الفينيل اللي هنستخدمه هو فينيل حراري، طبعا مقاوم للحرارة وبيلزق على الشكل اللي احنا هنستخدمه بالحرارة، غير الفينيل الأسطح اللي هنشوفه في بارت 2 بيلزق على حاجات تانية. طبعا لما باجي أعمل على الحراري بطبعه وبقصه على أجهزة القص بالعكس، يعني الحتة اللي بتلمع بتكون على السطح والقص بيكون حتة الفينيل اللي هو المطفي. واختياري للخط أو اختياري للتصميم هو اللي بيسهل عليا العملية، يعني الأرقام دايما بتكون خطها رفيع وكده، فبيبقى يعني إخراج الفينيل من الشكل بيكون شوية محتاج دقة وهدوء علشان الأشكال ما تطلعش معايا، ولو في حرف أو رقم طلع معايا برجع أثبته تاني على الستيكر اللي هو الشفاف اللي تحتي ده، لأن هو دوت اللي بيعمل لي اللزق على أي سطح بالحرارة. زي ما احنا شايفين أنا بمشي بالضفرة الرفيعة قوي دي بالراحة جدا، وبسحب الفينيل من على الشكل بهدوء عشان أحتفظ بكل الأرقام وكل الخطوط اللي موجودة الرفيعة. ويفضل لو أنا بعمل حاجات يعني أكبر من كده شوية أختار الخط اللي هو يكون البولد السميك شوية عشان تبقى العملية معايا أسهل. ولو أنا مبتدئة لسه أول مرة أو تاني مرة ببدأ أشتغل على الحراري بختار التصميم اللي فيه مفهوش تفاصيل كتير، وببعد عن اللي فيها حاجات رفيعة كتيرة زي دي. ولو بكتب كتابة طبعا بيكون أكبر من كده وبيكون الخط بتاعها سميك. زي ما هنلاقي لما هوصل لكلمة رمضان يجمعنا هتستحب معايا بسهولة، لأن الخط تخين زي ما احنا شايفين والمساحات التفاصيل اللي فيه سهل انها تتفصل على الفينيل. حاجة التفاصيل الداخلية بقى اللي هي داخل جوه حرف نمبر 8 بيبقى فيه دايرتين بتشال، بتأكد ان انا شلت كل الزوائد وان التصميم معايا زي ما احنا شايفين كده لما هقلبه هيطلع كده معدول، لكن لما باجي اطبعه واقصه على جهاز القص بيكون بالمقلوب، يعني لازم اطبع اقلب التصميم وانا بشتغل في القص، يا اما بمكوى يا اما باللي هي مكوة الضغط الحراري ديت بتجاب، بحطه على المكان اللي انا عايزه اثبته عليه وبحط فيها ورق زبده او قطعه قماش يعني، او عادي لو اعملها على البلاستيك الحراري اللي هو الشفاف اللي موجود فيها مفيش مشكله، بس بحب احط حاجه عازله ليه عشان ما يقوس معايا ويعمل ويفي وهو متعرض للحراره. فبحط القماشه وبشوف دلوقتي في حاجه لسه ما اتلزقتش ولا لا، لو لسه ما اتلزقتش برجع اضغط عليها تاني، وزي ما احنا شايفين بيتشال معايا في منتهى السهوله، وارجع احط القماشه عليها تاني واضغط مره تانية عشان اتاكد من تثبيت كل الحروف كل الارقام على الخشب. طبعا نفس الاسلوب ده بستخدمه في اي معدن يتحمل الحراره. تمام، عملناها مره تانية وعملناها مره ثالثه نفس الحكايه، عزلنا بعد ما قصينا الفينيل شلنا الزوايد بتاعته، طلعت معايا الكلمة قلبتها وبضغط بالمكوى على درجة حرارة عالية وأشيلها وارجع أثبتها تاني بقطعة قماش علشان أتأكد إن هي طبعت، وطبعا دي طبعة حرارية ما بتشلش حتى لو بالحك. عملنا فيها لوحة رمضان يجمعنا بالكاليندر بتاع الشهر الكريم واستقبال شهر رمضان المبارك. كل سنة وانتم طيبين.